السلام عليكم. تعز بين مطرقة الحوثي وسندان الإمارات، هذا ما تقوله أحداث اليوم. فهل على هذه المحافظة أن تدفع الثمن مضاعفاً؟ تعز التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى في معركة التحرير، وتعز التي وقفت وتقف مع الشرعية وضد كل من يخرج عن الصف وينحاز لأجندة ومشاريع ما دون الدولة، ها هي اليوم مجدداً تقف في وجه محاولات استنساخ حزام أمني يحمل لها موجات عنف واغتيالات فوق ما تعيشه الآن. فكيف أصبح طارق فجأة منقذا لتعز هو وقواته، ولا تزال ضحايا جرائمهم في تعز حية وحاضرة؟ طارق وقواته التي فشلت في اقتحام تعز فطوقها بقناصاته. مسيرة اليوم ترجمت مخاوف الناس من تحويل تعز إلى عدن أخرى محكومة بقبضة حزام أمني خارج إطار الشرعية، وتعز التي باعوها أوهام التحرير لثلاث سنوات كاملة لن يصدقوا بتحريرها على يد قوات ساهمت بتدمير البلاد وعجزت عن حماية نفسها ولم شتاتها. أكثر الأصوات تهكما تقول إن معركة طارق هي في صنعاء وأعداءه في صعدة وليس في تعز، أو أن عليه الاعتراف بالشرعية على الأقل لا أن يصبح جنديا للإمارات. غير أن هذه المطالب يبدو أنها تتعارض مع بعض القوى داخل المحافظة وحتى على مستوى محافظ المحافظة. هذا الموقف تجسد من خلال كلمة المحافظ الذي ظهر من خلالها واصفا مظاهرة اليوم أنها مجرد بعض الأصوات المأجورة التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة. فما مخاطر هذه التباينات على تعز؟ وقبل ذلك ما مخاطر تشكيل حزام أمني بقيادة أحد رموز النظام السابق؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. فمرحبا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك. أهلا بك أستاذ ياسين، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف. إذا قبل أن نبدأ أستاذ ياسين حوارنا، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لن يدخل طارق عفاش إلى تعز على جماجم الشهداء الذين قتلهم، هكذا هتفت تعز الجريحة والغاضبة. إعادة تدوير هذه المخلفات أمثال طارق وغيره مشاريع نرفضها رفضا قاطعا، فتعز لن يحررها إلا أبناؤها، إلا من وقفوا معها من أول يوم فرضت فيه الحرب على تعز. تعز التي خرجت حاملة صور ضحايا قناصة طارق ومن أكلتهم حرب الإنقلاب، أبناء هذه المدينة وحدهم من يدركون ماذا فعلت الحرب بهم. هذه المسيرات الاحتجاجية التي خرجت رافضة إعادة تدوير أحد أبرز مجرمي النظام السابق وشريك فاعل في قتل أبناء تعز وتقديمه كمنقذ من قبل أطراف بعينها، فلا تزال شوارع تعز شاهدة على من سقطوا فيها من الأطفال والنساء والرجال من أبناء المدينة برصاص قناصة صالح. رابطة أسر الشهداء في بيان لها عبرت عن احتجاجها لمحاولة دعم طارق، وهو في الحقيقة مضاعفة لأوجاع أسر الشهداء وكافة أبناء تعز، واستفزاز وتفريط بدماء الشهداء ومعاقبة لتعز، واستخفاف بكل التضحيات ودهس لإرادة تعز. فطارق عفاش هو نفسه المسؤول عن الحرس الذي استمر يقتل تعز طوال ثلاث سنوات، والتي ستحدث نقلة نوعية في القضاء. بالتزامن مع مسيرة اليوم يأتي تصريح محافظ تعز الذي حمل وعودا كثيرة وكبيرة بتوفير الخدمات الضرورية، ولكن من خلال كلمته فقد بدا أن المسيرة استفزته هو الآخر، فذهب لوصف المحتجين بالطابور الخامس وأن الدعوة للتظاهر تتساوى مع أهداف ميليشيا الحوثي. فطارق الذي بحسب مراقبين يراد استخدامه لتعز على رأس قوات لا تفرق عن الحزام الأمني، لا يعد كونه مجرد بيدق مسموم يتم تأهيله لفتح مرحلة جديدة للصراع في تعز دون حتى الاعتراف بالشرعية. لكن وإلى جانب مخاوف الناس من تحويل تعز إلى عدن أخرى محكومة بقبضة حزام أمني خارج إطار الشرعية وبيع وهم التحرير لتعز على يد قوات ساهمت في تدمير البلاد وعجزت عن حماية نفسها ولم شتاتها، فإن هذه المدينة تشهد انقساما بين موال ورافض لفكرة إعادة تدوير القتلة، ناهيك عن موقف السلطة المحلية وقيادة المحافظة والأحزاب السياسية التي باتت مهددة بالتشظي أكثر من أي وقت مضى.
لكن كما يبدو على تعز فإنها تمضي على درب التضحيات والآلام، لن تنسى أن للحرية أثمانا وللكرامة قيمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذ ياسين. بداية، كيف تتابع المسيرات التي خرجت في تعز اليوم والتي تندد بمحاولة إعادة رموز النظام السابق إلى المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أخت آسيا ولمشاهدي قناة بلقيس. هذه المظاهرة بطبيعة الحال تشكل نقطة مفصلية في سياق حال هذا الغموض الذي يكتنف موقف التحالف العربي ومن يلف لفه حيال محافظة تعز. نحن الآن في العام الرابع من العمل العسكري الذي يقوم به التحالف العربي في اليمن، والذي تأسس في جزء منه وفي بعده الأخلاقي على الانتصار لقضية تعز التي كانت هي أكثر المدن تعرضاً للحصار وللقصف الهمجي الوحشي من قبل الحوثيين وحليفهم صالح قبل أن يلقى مصرعه على يد حلفائه. ولازلنا نتذكر كلمات علي عبد الله صالح قبل أن يلقى حتفه بأشهر قليلة، عندما كان يتباهى بما يقوم به القناصة، هؤلاء القناصة الذين كانوا يتم إعدادهم تحت إشراف الحرس الجمهوري وفي معسكر يحمل اسم حسن المرصي الذي أصبح أحد ضباط الحرس الجمهوري الذي أصبح حوثيا مثله مثل الكثير من ضباط الحرس الجمهوري. وبطبيعة الحال نحن أمام يعني تحدي خطير جدا فيما يتعلق بالمواجهة مع الحوثيين. هناك محاولة لحرف البوصلة ولحرف مسار المعركة من التخلص من الحوثيين إلى إحلال حليفهم في محافظة تعز التي عانت أكثر من غيرها من هذا الحليف نفسه، وأعني به صالح وأبناء أخيه ومن يوالونه داخل المؤسسة العسكرية السابقة. اليوم طارق محمد عبد الله صالح منحت له الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة وكلف بالذهاب إلى تعز وتحديدا إلى معسكر خالد بن الوليد. الخطط المعلنة هو أن هذه القوات يفترض أن تلتقي مع القوات التي ستأتي في من ميدي من أجل تحرير الحديدة، وهذا أمر مقبول رغم أنه حتى هذه اللحظة لم يظهر طارق صالح أي ولاء تجاه الشرعية، ولم يعبر في لحظة ما أو في موقف ما أو في تصريح ما بأنه جزء من هذه الشرعية، وهذا الأمر يثير الكثير من الالتباس وعلامات الاستفهام. ما جدوى أن نشق مسارا عسكريا منفصلا عن الشرعية وعن المعركة الأساسية التي يخوضها الجيش الوطني؟ وهل هذا الجيش الوطني الذي ضحى بالكثير من الدماء هو مجرد كومبارس على سبيل المثال؟ وهل تضحياته هذه ستنقلب إلى الضد؟ وهل ما طبيعة المخطط نفسه؟ يعني هناك أيضا يعني نموذج فاشل، الحزام الأمني يعني لم يقدم شيء إلا السوء بالنسبة يعني. التحالف لا شك أنه بالنسبة لتعز يواجه مأزقا حقيقيا. هذا المأزق يكمن في أنه لم يستطع حتى الآن تمرير خطته القذرة كما استطاع أن يمررها في المحافظات الجنوبية. في المحافظات الجنوبية كان له وسائله الخاصة وكان هناك ظروف مواتية، على سبيل المثال هو رمى لهم بجزرة الانفصال ثم قبلوا منهما ما أراد، تخلص من رموز المقاومة في عدن، لاحقهم، أدرجهم في قوائم الاغتيالات، تحول كل الذين ضحوا لأجل تحرير عدن والمحافظات الجنوبية إلى أعداء لهذا التحالف. ولم يهدأ التحالف حتى استطاع أن يحل محلهم أناس لا علاقة لهم بالمقاومة، بل يأتمرون بأمره ويسرون وفق أجنداته وهواه. وهؤلاء الناس بطبيعة الحال كانوا جزء من مشاريع تدميرية وتخريبية سابقة، كانوا جزء من كانوا حلفاء صالح، كانوا حلفاء إيران، ثم أصبحوا فيما بعد جزء من ما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى آخره. حتى هذه اللحظة التحالف لم يستطع أن يمرر على تعز النابضة، هذا القلب النابض بالثورة والتغيير والحرية والكرامة، لم يستطع هذا التحالف أن يمرر عليهم مخطط الاحتواء، وهو مخطط واضح المعالم. يعني تأتي بقوات ليس هدفها تحرير تعز وإنما احتواء تعز. مسألة دحر الإنقلابيين هي تحتاج فقط إلى فارق تسليحي لا أقل ولا أكثر. نعم، هذا ما هناك يعني هناك ما آلاف المقاتلين الذين لديهم الاستعداد لكي ينجزوا هذه المهمة. بدلا وكانت أكثر مشاكلهم يعني هي عدم وجود الأسلحة الثقيلة. نعم، إذن كيف ترى موقف المحافظ اليوم الذي وصف المتظاهرين بالطابور الخامس
تحدث أيضا عن إنجازاته خلال فترة توليه التي ستحدث، يعني لو لاحظت لو قرأت الكلمة كانت وسنقوم وسنعمل وسنصنع وستظهر خلال كلها، يعني إنجازات ستظهر كما يقول، ما رأيك؟ المحافظ هو كان يمرر رسالة إماراتية مفروضة عليه، وطبيعة الحال المحافظ جاء وفقا لإرادة الإمارات والتحالف، ومشكلة هذا المحافظ أنه لم يدرك القوة الحقيقية التي بيده، قوة تعز الحقيقية، تعز يعني الشعب، تعز المقاومة، تعز الجيش. هذه ذخيرة كبيرة جدا ينبغي أن يستند إليها، والذي يستند إلى هذه القوة لن يخسر أبدا المعركة. صحيح قد يفقد المنصب لكنه لن يفقد الموقف الأخلاقي. المحافظ للأسف الشديد يبدو أنه اختار الوظيفة، اختار الوظيفة المحملة بعار الخنوع والاستسلام والأجندات المشبوهة، وما كنا نتمنى أن على الأقل كان على المحافظ أن يقنع الإمارات والسعودية والتحالف إجمالا بأن لتعز خصوصيتها، وأنه لا يمكن أن يكون عيدروس الزبيدي، ولا يمكن أن يكون بن بريك، ولا يمكن سواء بن بريك الوزير أو بن بريك المحافظ السابق، محافظ حضرموت السابق. تعز لها خصوصيتها الخاصة. أولا تحرير تعز تحقق، يعني معظم تعز اليوم أجزاء تعز محررة بفضل تضحيات هائلة قدمها أبناء هذه المحافظة في ظل إمكانيات محدودة ودعم أيضا تكتيكي محدود من قبل التحالف، ولم يكن هذا الدعم بالقدر الذي رأيناه في المحافظات الجنوبية. وبالتالي اليوم عندما يريد أن يمرر مشروع الإمارات عبر حصان طروادة مرفوض من حيث المبدأ، حصان طروادة وأقصد به صالح وقواته التي تنتمي إلى الجيش السابق، عندما يريد المحافظ أن يمرر هذه القوات لكي تصبح هي القوة التي تمنح تعز حريتها، فأنا أعتقد أنه هذا عمل يصطدم مع إرادة أبناء تعز ويتجاوز التضحيات، وربما يتجنى على التضحيات الهائلة التي قدمها أبناء تعز. ولا شك أن رسالة أبناء الشهداء اليوم كانت رسالة قوية، وذكرت المحافظ بحدود حدوده وصلاحياته ومسؤوليته تجاه هذه المحافظة. ذكرته أن التضحيات التي بذلها أبناء تعز لا يمكن أن تنسى شهداء تعز الذين سقطوا بالآلاف على مذبح هذه المدينة وحريتها وكرامتها، لا يمكن لهذه التضحيات أن تذهب هباء منثورة ثم يأتي قائد القناص الذين ذبحوا الكثير من أبناء تعز وأثخنوا فيهم الجراح طيلة أكثر من 4 سنوات لكي يمنح تعز الحرية فقط لأن التحالف يدعمه أو لأن التحالف يريد أن يطمئن بأن تعز ستكون في أيدي أمينة. برأيك ما هي مخاطر تشظي الجبهة الداخلية في تعز، يعني خصوصا حديث المحافظ حول طابور خامس، مخاطر ذلك على المعركة الرئيسية بين الشرعية والانقلابي الذين ما زالوا يحيطون بالمحافظة أصلا؟ طبعا لا يمكن الحديث هنا عن جبهة داخلية، يعني كان هناك محافظ ربما منسجم مع بقية المكونات ورفضته الإمارات ورفضه التحالف ورفض التعاون معه التحالف، وأجبرت الحكومة على التضييق على هذه المحافظة في ظل المحافظ السابق. اليوم محافظ تعز الحالي أمين أحمد محمود هو جزء من مشروع التحالف، وكنت أتمنى أن يبتكر صيغة للتعاطي مع أوضاع المدينة، لا يكون مجرد رجل الإمارات بل رجل تعز أيضا، وعليه أن يحتفظ بهذه الصيغة التوافقية التي يمكنها أن تقيم جسر علاقة مقبول وسليم بين تعز المحافظة الثائرة والشعب التواق إلى الحرية والذي عانى كثيرا، وما بين التحالف. لكن أن يتحول هذا المحافظ إلى موظف مع الإمارات، في هذه الحالة نعتقد المحافظ يكون قد أنحاز إلى مشروع التحالف المرفوض من جانب أبناء تعز، وبالتالي الجبهة تعز ستبقى متماسكة، الجبهة الداخلية ستبقى متماسكة، ليس هناك تشظي. الوجهات النظر المختلفة ربما التي تظهر انحيازاً
ما لسياسة التحالف هي تأتي من أحزاب معروفة، وهذه الأحزاب هي باركت ما تسمى بثورة الحوثي منذ عام 2014 وهللت لسقوط صنعاء، وكانت تعتقد أنها ستتسلم السلطة من الحوثيين، ولكنها أصيبت بطبيعة الحال بخيبة أمل وتشظت كما تشظى بقية أبناء اليمن. واليوم هي تكرر الخطأ نفسه من خلال مباركة الخطوات السيئة التي تقوم بها الإمارات في محافظة تعز وفي غيرها من المحافظات، أملا وأنا أعتقد أنه الارتهان إلى ثأر الماضي من قبل هذه الأحزاب التي تفتقد إلى الشعبية إجمالا. يعني أنا هناك المحافظ عندما وصف هذه الأعداد الهائلة من الناس الذين خرجوا بأنهم طابور خامس، هناك من بارك هذا التوصيف من هذه الأحزاب، لأنها في حقيقة الأمر هذه الأحزاب هي تفتقد إلى هذه الشعبية وتفتقد إلى هذا الحضور الجماهيري، وبالتالي هي تمارس نوع من الانتقام لهذا الثقل الجماهيري الذي تعبر عنه يعني أو يعبر عنه جمهور تعز الثائر، جمهور تعز الذي ينتمي لحركة فبراير ومبادئ حركة فبراير وثورة فبراير. نعم، إذن في 25 يناير الماضي تقريبا أعلن الدكتور أمين انطلاق معركة تحرير المدينة، إلى اليوم لم يحدث أي شيء، على العكس ظهر قبل أيام خالد فاضل يقول أن آخر دعم تسلمه الجيش من التحالف كان تقريبا قبل سنة. كانت تلك هي الكذبة الكبرى التي سوق بها التحالف المحافظ الجديد، وكان أول خطأ أنا أشرت إليه في حينه هو ظهر عبر وسائل إعلام إماراتية حصرا وتحدث عن ثورة وحض أبناء تعز على المشاركة في العملية العسكرية الشاملة، ثم تبين أن هذه المعركة ليست إلا طعم أو ليست إلا الحصان طروادة الذي نفذ من خلاله المحافظ لكي يأتي في صفة القائد المحرر. المحافظ هو عندما أتى إلى مدينة تعز واستفاد من الوضع الذي كان قد أمنه المقاومون والجيش الوطني بتضحيات هائلة، لولا تضحيات هؤلاء من أبناء الجيش الوطني لما تمكن محافظ تعز يعني من الوصول إلى هذه المدينة، لم يكن بوسعه أن يصل إلى هذه المدينة بمجرد بيان استعراضي عبر وسائل الإعلام الإماراتية. هناك تضحيات كبيرة قدمت ومكنت المحافظ من الوصول إلى تعز، وكان عليه أن يبني على هذه التضحيات ويواصل العمل على حفز الجهد الجماعي لأبناء المحافظة، وأن يعمل على ترميم الجبهة السياسية على وجه التحديد، لأن الجبهة الداخلية موقفها واضح والجبهة الداخلية ليست متشظية، هي تدرك ولديها نموذج وأمامها نموذج قريب هو نموذج المحافظة الجنوبية الذي أصبحت أو التي أصبحت بطبيعة الحال يعني مثال للانهيار على المستويات متعددة، الانهيار السياسي، الانهيار الاقتصادي، الانهيار متعدد الأبعاد. عندما يفشل، عندما يرفض المبعوث الأممي أن يذهب إلى عدن لأسباب أمنية ولوجستية، هذه عبارة واضحة الدلالة. أمنية يعني المناطق هذه غير مستقرة، رغم أن هناك ترسانة كبيرة من الأسلحة تابعة للتحالف، وهذه الترسانة وجزء منها شارك في معركة نهاية في يناير مع القوى الانفصالية والتشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات. هذه الترسانة دعمت هذه التشكيلات في معركة استهدفت القضاء على معسكرات الشرعية والمعسكرات التي تؤمن بالدولة الاتحادية. هذه التشكيلات العسكرية وهذه الترسانة من الأسلحة فشلت في تأمين الاستقرار في هذه المحافظات. أيضا المبعوث الأممي عندما يذهب إلى عدن لن يجد مكان يجلس فيه، هذا دليل على حجم الكارثة التي ورثتها هذه المحافظات بفعل الممارسات المقصودة من قبل التحالف التي لا تريد لهذه الأرض أو لهذه المنطقة المحررة أن تكون بيئة ملائمة أو لتحقيق نموذج يمكن للدولة الشرعية أن تظهره للآخرين وتبني عليه في مواصلة عملية تحرير بقية المناطق. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عثمان القيادي في حزب الإصلاح من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. أستاذ أحمد، هناك من يقول بأنكم من نظمتم مسيرة اليوم، ما هي أهداف هذه المسيرة؟ أهلا وسهلا، حياك الله السادة ومرحبا بضيفك الكريم الأستاذ ياسين. عموما مظاهرة اليوم من نظمها ودعلها كان واضحا وعنوانه واضحا، وهي رابطة الشهداء والجرحى التي دعت للمظاهرة واستقبلها أبناء تعز من القوى والأحزاب والشخصيات، وخرجت مظاهرة غير مسبوقة في مدينة تعز وفي
الاتحاد في ثلاث مناطق الشمتين والمعاصر والمواسط. الدعوه طبعا تمت من قبل رابطه الشهداء والجرحى. وحزب الاصلاح مثله مثل كل القوى السياسيه التي خرجت في هذه المظاهره التي كثر اللغط فيها. نعم. طبعا انا اود ان احدد. نعم. تفضل. ان احدد ثلاث نقاط اساسيه لكي يكون الامر واضح فيما يتعلق بمظاهره اليوم. اولا طبعا حشود المظاهره دعت اليها رابطه الشهداء والجرحى. ثانيا رسالتها كانت واضحه وضوح الشمس. وهي الدعوه طبعا هذه الرساله قالت في الدعوه يوم امس. ثم في البيان الذي قري في المسيره الحاشده في تعز ووزع في وسائل التواصل الاجتماعي كان الهدف واضح هو رفض القتله، رفض تدوير اسره عفاش او تغسيل جرائم القتل والتخريب في تعز على حساب ابناء تعز. ثم مطالبه بالتحرير ورفض التشكيلات العسكريه خارج اطار الجيش والامن. هذه الرساله هي واضحه ومكرره في تعز ومتفق عليها السلطه والمحرره والاحزاب وليس جديد. لكن الجديد ان هذه الرساله الواضحه حاول البعض بصوره مكثفه من يوم امس تشويه هذه الرساله وتحريفها واظهارها وكانها تستهدف التحالف العربي وتستهدف محافظ المحافظه الذي يعمل بين الناس. طبعا كانت تضخ الاعلام بان هذه المظاهره ما هي الا استهداف للتحالف واستهداف المحافظ. هو حتى يصير المباراه كل يوم واليوم ايضا حتى بعد المظاهره خاصه حتى بعد اللافتات الواضحه وبعد الرساله الواضحه وبعد البيت الواضح هناك من يحاول ان يؤكد ويسوق هذه المظاهره. نعم. انها ضد المحافظه والمحافظه. نعم المحافظ ايضا تحدث عن ذلك استاذ احمد، يعني واضح انه نعم غاضب من هذه المسيرات وتحدث عنها باوصاف يعني انها طابور خامس وانها تريد ان يعني تعكر او تصطاد في المياه العكره وبعض الاصوات الماجوره، يعني هذه الاوصاف التي يعني يتحدث عنها المحافظ، ما الذي اثاره اذا المسيرات يعني ليست ضده، ليست ضد التحالف وكانت واضحه كما تقول؟ حقيقه هذا البواب يعني يجيب عنه بالتفصيل الاخ المحافظ، لكن انا بمعرفتي بتعز وما يدور حول المحافظه وحول المحافظه داخل تعز نحن ندور ببقى يعني في تعز ضغط نفسي وضخ معلومات من كل جانب. والكلمه التي قالها المحافظ قالها قبل المسيرة. المظاهره وكانت هناك معلومات مكثفه وتدعو ان المظاهره تستهدف التحالف وتستهدف جهات اخرى غير الرساله. هذا الضغط انا اظن هو الذي اعطانا لبس لانه لا يمكن ان يستقيم ان يقول محافظ المحافظه ما نعرفه من حرصه على التحرير وعلى ان يقول بهذه الالفاظ لانه يقصد المظاهره السلميه التي خرجت بهذه الحشود او يقصد رابطه الشهداء والجرحى. انا اظن هناك تفاهم ولا يجب ان نقف كثيرا عند هذه الجمله او الكلمه هنا وهناك ولا بد من حوار جاد ولا بد من انطلاق. نعم. عملي نحن في ظرف حساس وفي معركه ويجب ان يتفق الجميع واظن ان الجميع في خندق واحد قائد المحور ومحافظ المحافظه والاحزاب والقوات كلها تتفق على هذه الشروط. حتى يعني المحافظ وغيره لا يتحمس لوجود طارق وهو ضد استخدام طارق لانه يرى فيه ورقه محروقه ولا ايضا الاحزاب كل التحالف السياسي متفقين على هذه الاسس. واعتقد انه ابناء تعز مدعوين ان يلملموا جراحهم وان ينطلقوا نحو هدف واحد لا ينتقص من كرامتهم ولا من حقوقهم. نعم. ولا من دولتهم الذي يدعو لها ولا من جيشهم الوطني. اي تشكيلات عسكريه خارج المرفوضه من الجميع، اي ميليشيات مرفوضه من الجميع، اي تدوير للقتله مرفوضه من الجميع. هذا الذي اعلم انه متفق الجميع من المحافظ الى الجندي الى الاحزاب السياسيه لننطلق بعيدا عن ما يراد لنا من الاختلاف. نحن لسنا ناقشين اختلاف في هذه المحافظه. نعم. ولا اظن ان احدا يريد مزيد من الاختلاف لكن مزيد من الوحده
وسوء التفاهم يعني يمكن ينتهي بالحوار وحسن النية نحو هذه المحاضرة التي خرجت اليوم يعني بصورة مدهشة، وكأنها خرجت بعد هذه 3 سنوات الحرب، خرجت بصورة لا يتوقع أحد في الريف والمدينة، لتقول أن تعز مهما يعني صار جرحها فإنها لا يمكن أن تستكين ولا يمكن أن تتنازل عن ثوابتها وعن مسار الثورة وعن حقوق الشهداء. نعم، إذا يعني برأيك هل المشكلة مقتصرة على تعز فقط؟ هل الخوف من عودة رموز النظام السابق أم من تشكيل حزام أمني؟ يعني طارق صالح موجود منذ أشهر في الساحل الغربي، لما ثارت الحفيظة الآن؟ ثارت الحفيظة هي طبعا الأخبار التي تكثفت حول قدوم طارق صالح بلواء يعني بلواء مجهز الى تعز، وهناك محاولات احلال ميليشيات غير يعني ميليشيات منفصله غير تابعه للجيش، محل قوات تابعه للجيش في مقبنه. هذه هذا الحديث وهذه يعني المعلومات التي اتفقت الى تعز هي التي استفزت كل ابناء تعز، وكانت مظاهره امس عباره كما يقول مظاهره من يعني من الملحه على طول دون اعداد مسبق لاول مره، وتنادى الناس في الحارات والقرى وكانوا غاضبين. في هناك قضايا اتفق عليها ابناء تعز كلهم رغم الاختلاف، ويبقى اولئك مثيرين الشغب ومثيرين الدخان حول تعز، لكن هذه القضايا اتفق عليها ابناء تعز خارج كل واحد، وهذا ما يميز تعز. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد عثمان القيادي في حزب الإصلاح. إذن تنضم معنا أيضا أستاذ ياسين، يعني أنت كرمت الأستاذة هاجر هيثم عضو رابطة أسر الشهداء عبر الأقمار الصناعية من تعز. مساء الخير أستاذة هاجر. مساء النور، حياكم الله جميعا. أهلا بك أستاذة هاجر. أستاذة هاجر، يعني ما هي أهداف مسيرة اليوم في تعز التي خرجتم بها؟ هي أهداف واضحة. نعم. بسم الله الرحمن، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم كل أعضاء وفرق قناة بلقيس، حياكم الله جميعا. في بداية الأمر كانت مسيرتنا اليوم مسيرة، كان خروجنا خروجا عظيما، خروجا واضحا، أهدافه واضحة لا تحتاج إلى تحليل وتفسير، وإنما هي خروج كل أسر الشهداء، زوجة شهيد وأم شهيد وابنة شهيد وأخ شهيد. كان خروجنا هذا اليوم إن شاء كان خروجا واضحا ظاهرا، نرفض ما يراد لتعز أن من إعادة تدوير القتلة الذين حاصروا مدينة تعز. نعم. إذن أستاذة هاجر، أنت زوجة شهيد، وكان لكم اليوم بيان يستنكر عودة النظام السابق بصورة أو محاولة إعادة طارق عفاش وأعوانه، يعني هل وصلت رسالتكم؟ إن شاء الله نعم وصلت رسالتنا، وصلت بالحشد العظيم الذي خرج. كانت كل أم شهيد تحمل صورة ابنها، زوجة شهيد تحمل صورة زوجها، كلنا وسارتنا ظهرت ووضحت وبلغت ما كنا نريده، ولله الحمد كانت واضحة. نعم. نعم، إذا ابقي معنا أستاذة هاجر. سأعود إليك أستاذ ياسين، يعني المظاهرة لم تكن موجهة من حزب معين، لم يعني أظن لو خرجت فقط رابطة أسر الشهداء لكانت أبلغ رسالة يمكن أن توجه. يعني ماذا عن دور الأحزاب السياسية في تعز؟ هناك من يقول أنها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، كيف ترى أداءها أنت؟ الأحزاب السياسية هي في تعز لا يمكن التعاطي معها على أنها جزء كان منفصل، هي جزء من الكيان الحزبي كله الذي يتعاطى مع القضية اليمنية بكليتها. وأحزاب تعز هي في نهاية المطاف تتسق مع مواقف قياداتها الرئيسية، وهو طيلة الفترة الماضية كانت هذه الأحزاب هدفا من قبل أطراف عديدة
المشكلة ليست في الأحزاب وليست هي جزء من المشكلة، لطالما كانت أو أدت دور الإطفائي في كثير من المحطات التي كانت تتعرض فيها تعز لأعمال عنف أو دورة عنف أو تتعرض لمؤامرات أو لوقيعة من هذا الطرف أو ذاك. شهدنا هذا طيلة الفترات الماضية من حتى من 2011 حتى اليوم. هذه الأحزاب دائما كانت سند للسلطة المحلية في تعز، ودائما كانت تحضر في الظروف الاستثنائية، وكان وهناك كثير من البيانات والاتفاقات التي وقعت هذه الأحزاب على خلفية التوافق الوطني الذي يخدم ويعيد الاستقرار إلى هذه المحافظة وإلى مدينة تعز على وجه الخصوص. جزء من مهمة الذين يريدون تطويع تعز هو احتواء هذه الأحزاب وشيطنتها، احتواء البعض وشيطنة البعض، وهو معروف من هي الأحزاب طبعا التي تتعرض للشيطنة من قبل خصوصا من قبل التحالف. وكما نعلم هو هذا التعثر في العمليات العسكرية التي نشهدها في اليمن يعود في جزء منه إلى المواقف السلبية التي تبنها التحالف من حزب معين وهو حزب التجمع اليمني للإصلاح وجماعة الجماعة والحركة الإسلامية بشكل عام التي تنخرط بكل جوارحها في العملية العسكرية المساندة لمهمة التحالف في اليمن، وهدفها واضح وهو استعادة الدولة وتعمل تحت سقف الدولة ويعني تبذل جهدا من أجل استعادة مدنية الدولة، وهذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد. وأنا هنا لست في مقام من يدافع عن هذه الأحزاب، لكن هذه الحقيقة المنصفة التي لا يجب أن نتجاهلها في هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى التعاضد وإلى التعاون وإلى توحيد الصف الوطني، لأنه عملية شيطنة هذه الأحزاب لا يخدم إلا الأجندات السيئة التي تتربص باليمن وتريد أن ربما أن ترتب وضعا سيئا لليمن على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي أيضا. نعم، إذن أستاذة هاجر، يعني بداية يعني زوجك الشهيد طه الجنبي، هل حكيتي لنا يعني كيف استشهد وأين؟ نعم، في كان استشهاده في شهر 5 عندما في 2015 عندما أول دخول الحوثة الحوثية الميليشيا الحوثية إلى تعز. نعم. كانت أول شهور دخولها تعز، طبعاً الشهيدة هو كان الشهيد عضواً في الجيش ممن قاتل سابقاً في صعدة، في حروب صعدة. ثم بعد ذلك عندما دخلت الحوثيين إلى تعز انضم للمقاومة وكان من الصفوف الأولى لها، طبعاً هو قنص في حي الجمهوري الجامع الشيباني، قنص قنصاً قنص. نعم. يعني بالتالي يعني ربما يعني هذا احد الاسباب التي تجعلك انت ترفضي وجود طارق، ونحن نعلم ان قناصته هم من قنصوا العديد من ابناء تعز. هناك من يقول استاذ هاجر ان هؤلاء اصبحوا الان ضد الحوثيين طارق وجماعته، يفترض ان تدعمهم الشرعيه والتحالف والناس ايضا لتحرير تعز، ما رايك بمن يقول هذا الكلام؟ أقول لهم هل اعترف أولا طارق عفاش بالشرعية التي هم يقولون أنه جاء لتحريرها أو لفكها؟ أقول لهم هل طارق عفاش اعترف أولا بالشرعية؟ هل له بيان أنه اعترف بالشرعية سابقا؟ لم يعترف بالشرعية. نعم، الذي جند القناصة وما زالوا لحد اللحظة هذه على تباب المحافظة محاصرينها، حتى اللحظة هذه يقنصوا الأطفال في صالة، في منطقة صالة. هل هذا الرجل أعلن ولاؤه للشرعية وسحب ميليشياته من أطراف محافظة تعز حتى نقول أنه أجا فعلا ليحررها؟ لا أعتقد أنه جاء ليحرر، أو إنما هي ميليشيات، إنما أو نقول احتلال عسكري خارج نطاق الشرعية. نحن نرفضه بتاتا، نرفضه. نحن أسر الشهداء أشد ألما. يمكن يأتي شخص آخر يقول ننظر لهم بنظرة أخرى، لا، نحن أسر الشهداء بالذات عندما نادينا للخروج بالأمس كان الاستجابة، لم نكن نتوقع هذا الحشد العظيم. نحن هنا عندما سقطت دماء الشهداء، عندما قصف الحوثي تعز، لم يستهدف الحزب بعينه، لم يستهدف حارة بعينها أو حزبا يسكن أو أحزابا يسكنون في حارة بعينها، هو استهدف الصغير والكبير. نعم. استهدف كل الكبار والصغار والأطفال بشكل عام.
نحن هنا نخرج رابطة أسر الشهداء لا تعنينا الحزبية، لا تعنينا الحزبية بما تقولون، الحزبية لا تعنينا، نحن تعنينا دماء الشهداء، وأن الذي حاصر تعز وقتلها وأرسل قناصتها لحد هذه اللحظة وأنا أتحدث نحن نرفضه بتاتا. نعم، أعلن ولاءه للشرعية وسحب أوليته من طرف مدينة تعز، كان يقول يفترض بنا أن ننظر له نظرة خيرية لكننا لا ننظر له، هذا ألمنا ألما شديدا، والأكثر من قتل في تعز والألم الشديد أن يكون قنصاً، وهو جند جنوده وأرسلهم لقنصية. نعم، هاجر، يعني المحافظة اليوم أيضا ألقى بيان ربما قبل مسيرتكم وكانت استباقية يعني لأجل هذه المسيرة، وقال يعني وصف من خرجوا بأنهم طابور خامس وبأنهم يريدون الصياد بالمياه العكرة وما إلى ذلك من الأوصاف. كيف تعلقي على المحافظ الذي ينتمي للشرعية التي أنتم مؤمنون بها والذين خرجوا أبناءكم وأزواجكم للقتال في صفها؟ نعم، أقول بالرد المحافظ المفاجئ لم نكن نتوقعه نهائيا أن يرد علينا ردا كمثل هذا، مع أن احنا التقينا به سابقا بعد تشكيل الرابطة قبل ما يقارب 3 أشهر، التقينا به ورحب بنا وقال من أولوياته التي أتى إليها وإعادة حقوق الشهداء، وأن من الأولويات الأولى هو النظر في حقوق الشهداء، وقال بحرفه بقول حرف بأنه قال بالحرف أن أول أولوياتنا هو أسر الشهداء. هل هذا القول اليوم مصداقية لما قلت سابقا؟ لم نكن نتوقع منه هذا، يبدو أن الحاشية التي هي حواليه هي أثرت فيه، هذا ما أنظر لي. أما لقاؤنا فهو معنا لقاءان سابقان مع المحافظ، كان اللقاء إيجابيا لحد ما. نعم، إذن ابقي معنا أخت هاجر. عودة إليك أستاذ ياسين، برأيك هل المشكلة الآن طارق عفاش أم أنها مشكلة أكبر متمثلة بعودة النظام، منظومة حكم النظام السابق وأساليبه لحكم تعز، أم خشية تكوين حزام أمني بقيادة طارق؟ أين المشكلة بالضبط؟ المشكلة في كل هذه التي ذكرت، يعني المشكلة هنا تكمن في أنه يعني محاولة تسويق طارق اختار مساحة حساسة نوعا ما وهي محافظة تعز الأشد إحساسا بالألم. يعني الأخت هاجر مثال لعائلة كثيرة في تعز فقدت يعني ذويها في عملية قنص عبثية، يعني وحصار وطيلة أكثر من 4 سنوات وليس حتى 3 سنوات، كان القتل يعني يتم من أجل القتل فقط، يعني من أجل كسر إرادة أبناء هذه المحافظة التي خرجت ثائرة وبحثا عن الحرية والديمقراطية والشراكة والجمهورية والدولة. لهذا اختيار تعز كساحة يعني تسويق طارق محمد عبد الصالح كان اختيارا مغامرا من جانب التحالف، ولهذا قوبل بهذا الرفض الشديد. وأنا أعتقد أن ما حدث بالأمس كان استفتاء، يعني هذه المسيرة الكبيرة تذكرنا بمسيرة الإصفاف الوطني في بصنعاء التي تحرك فيها كل أبناء اليمن القلقين جدا على دولتهم وعلى نظامهم الجمهوري. هذه المسيرة العفوية يعني لا يستطيع حزب أن يصدر توجيهات لناس لكي يشاركوا في مسيرة وتخرج المسيرة بهذا الزخم، هذا تعبير عن إرادة ذاتية من أبناء المحافظة يقلقهم هذا التحرك ويستفزهم هذا التحرك ويستثير فيهم الغيرة والكرامة أكثر من أي وقت مضى، لأن أبناء تعز ما كانوا ينتظرون هذا النوع من المكافآت السيئة من جانب التحالف أو من جانب السلطة الشرعية، كانوا يريدون الاعتماد على ذاتهم، لديهم الكثير من العناصر التي تقاتل بكفاءة عالية، كل ما يحتاجونه هو الدعم أو على الأقل رفع الحصار، لأنه تعز اليوم لا تتعرض للحصار من قبل الحوثيين، تعز تتعرض للحصار من قبل التحالف نفسه، التحالف يمنع وصول الإمدادات إلى تعز، التحالف هو الذي يتحكم بسير المعارك في تعز ويتحكم بالخطوات التي يقوم بها الجيش الوطني ويعيق، حتى إذا شعر أن هناك تقدم كبير للجيش الوطني يعيقه إما من خلال الضربات الخاطئة أو من خلال التهديدات بمنع الإمدادات إلى آخره أو بالإعاز إلى القادة العسكريين الذين يضطرون إلى إصدار أوامر بمنع التحرك أو كما يحدث. يعني هل المشكلة أن عدم اعتراف طارق بالشرعية؟ لو كان اعترف بالشرعية هل كان يعني هل ستكون مجرد الاعتراف بالشرعية هي ما ستجب ما قبلها؟
هو اعترف طارق أعتقد أنه ليس مبنيا على موقف أصيل من طارق نفسه، وإنما الإمارات نفسها والتحالف نفسه لا يريد طارق أن يعترف بالشرعية. لنكون واضحين في هذه المسألة، يعني لا يتحمل طارق وزر عدم الاعتراف بالشرعية بمفرده، يعني الترتيبات أتت على هذا النحو. طارق يذهب إلى مأرب، ثم المخطط يقضي بعدم ظهوره في مأرب إعلاميا، ثم يتوجه إلى عدن، ثم يتحرك من عدن إلى الشبوة، فيظهر في موقف يعني فيه شيء من إعادة الاعتبار. ذهب لعزاء أبناء الزوكة، ابن عارف الزوكة الذي قتل مع علي عبد الله صالح، أريد له وصمم على أن يظهر في موقف البطل الشهم الذي يقوم بواجب إنساني في لحظة عصيبة جدا. لو كان التحالف يرغب في أن يكون طارق وعساكره جزءا من الشرعية لكان ظهر في مأرب، لكن التحالف لا يريد ذلك، ولهذا أنهى مهمته في شبوة ثم اتجه إلى عدن وبدأ بتجميع العساكر الذين قدموا من صنعاء وسهلت لهم أسباب الوصول وحولت لهم المبالغ الطائلة إلى صنعاء، وذهبوا إلى عدن ليلتحقوا بهذا المعسكر وليتحركوا فيما بعد مجهزين ومؤللين بالأسلحة والمعدات الحديثة التي قدمها التحالف. إذن التحالف هو الذي لا يريد أن يكون طارق جزءا من الشرعية، التحالف هو الذي يريد أن يشق مسارا عسكريا منفصلا عن الشرعية، التحالف هو الذي لا يريد أن يمنح الجيش الوطني شرف استعادة الدولة والجمهورية لأنه محكوم بعقد أيديولوجية لا معنى لها. نعم، إذن هاجر يعني أود أن يعني أعرف منك ما هي خطتكم المقبلة بعد هذه المسيرة؟ هل فقط المسيرة وإصدار البيان أم أن لكم خطوات قادمة لإعلانكم رفض وجود طارق؟ عفوا أستاذة ممكن تعيد السؤال؟ نعم هاجر صوت. يعني أود أن أسألك يعني ما هي خطوتكم المقبلة بعد المسيرة وبعد البيان الذي أصدرتموه، ما الذي ستقومون به لتوضيح مدى رفضكم لوجود طارق؟ نحن وصلنا رسالة اليوم من كل أسر الشهداء المتواجدين في تعز وحوالي تعز أن رفضنا لطارق ليس رفضاً من أسر الشهداء فقط، إنما رفضنا لطارق هي كل طوائف تعز وأبناء تعز وكل مواطني تعز وكل مواطني اليمن يعلموا أن الذي قتل وحاصر لا يمكن أن يحكمنا أبداً. أما بالنسبة لرفض أسر الشهداء إحنا قد مشينا باعاً في هذه الرابطة من حيث بيان جمع بيانات أسر الشهداء وترصيد ورصد بيانات أسر الشهداء، وإن شاء الله مستمرين في مسيرتنا ومستمرين في رفضنا لأن يعود طارقا ليحكم من قتلنا. لا، مستحيل يحكمنا من قتلنا وحاصرنا حتى اللحظة يريد أن يحكمنا، مستحيل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك هاجر هيثم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية عضو رابطة أسر الشهداء وزوجة الشهيد طه الجندي، كنت معنا من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، هناك من يتحدث بأن الحوثي الآن ميليشيا الحوثي هي المستفيدة مما يحصل، هناك شقاق بين صفوف الشرعية، قبول طارق عدم قبوله، يعني ربما الواجهة للشرعية الحكومة هي صامتة للمسألة، المحافظ أوضح يعني بأنه مرحب بالفكرة، الناس بالداخل يرفضون ذلك، الحوثي متفرغ لإعادة ترتيب صفه، يعني هو المستفيد الفعلي من ما يحدث، ما رأيك؟ طبعا هناك أوجه عديدة للاستفادة التي يحققها الحوثي، ليس فقط من هذا التشظي في جبهة الشرعية، وهذا التشظي يأتي أصلا من الأهداف المتناقضة التي يتبناها التحالف، لكن أيضا التحالف يعني الحوثي يستفيد من هذا المجال الفسيح المتروك له على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على أيضا الاستهداف غير الشامل، يعني هناك معارك تكتيكية تحدث هنا وهناك، تحدث في صعدة، تحدث في نهم، تحدث في صرواح، تحدث في البيضاء، تظل معارك متقطعة لا تصل إلى مرحلة الإنهاك والاستنزاف للحوثيين، لهذا الحوثيين يضعون يدهم على أكبر ميناء
في البلاد، وأنا أقصد هنا من حيث حجم الواردات التي تصل إلى البلاد، الواردات التجارية، وهذه الواردات التجارية بطبيعة الحال تؤمن لهم دخلا هائلا من عائدات الجمارك والضرائب، وحتى السلع التي تأتي من ميناء عدن وهي سلعة محدودة بطبيعة الحال يجري ترسيمها من جديد، وهناك تجارة مزدهرة يقوم بها الحوثيون خارج الاقتصاد الرسمي، وهناك احتكار كبير لتجارة المشتقات. إذن الحوثيين يتمتعون بأريحية وهم يخوضون هذه المعارك، لديهم أيضا وسائلهم للحصول على ما يريدون من الأسلحة من إيران ومن غير إيران، وهناك اتساع لرقعة يعني لحجم الأعداء الذين ربما يقفون على أرضية العداء المشترك لمهمة التحالف في اليمن. وأنا أعتقد أنه اليوم محاولة إغراق تعز بهذا النوع من العبث عبر فرض أبطال يعني صنعهم التحالف وتجاهل التضحيات الكبيرة لأبناء محافظة تعز، ومحاولة استثارة كرامتهم عبر فرض القناصة عليهم وفرضهم كمحررين، أعتقد أنه هذا ربما قد يسهم في ربما في جمود هذه الجبهة وفي خلق إحباط في أوساط المقاتلين. لكن أنا أعتقد أنه أبناء تعز الذين يؤمنون بالحرية لا يمكن أن يلهيهم هذا السلوك من جانب التحالف، سيقاومون هذا النوع من السلوك، محاولة التحالف ضبط أو إحكام السيطرة على أبناء هذه المحافظة، سيقاومون هذه المحاولات وسيستمرون أيضا في مواجهة الحوثيين. الجبهات في تعز لا تهدأ، هناك مقاومة شرسة وهناك مواجهة صحيح أنها متقطعة، لكن يظهر الجيش الوطني وأبناء المقاومة في محافظة تعز صلابة في مواجهة الحوثيين وإرادة لا تلين على دحرهم من هذه المحافظة، وهذه مهمة أعتقد أنها لا يمكن أن تتأثر بمجمل هذه التطورات وهذه الأحداث. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.